فهد معيان، فهد معيان كلمة أخيرة على وجهه لو سمحت. للأمانة للأمانة شوي كذا بس عشان وين وليد فيصل أوكي. للأمانة إني سعيد والله العظيم سعادة قوية جدا إن هؤلاء طلابي وهؤلاء الثمرات على عجالة يا فهد يا محمد الذهبي قسما بالله على عجالة يا فهد فهد على عجالة. أنا سعيد سعادة يعني غامرة إن هؤلاء طلابي وهؤلاء هم يعني ثمرة جهدي وتعبي، هؤلاء هم ما خرجت من هذا البرنامج. أنا أحبهم جميعا للأمانة، أسأل الله تعالى أن الله يوفقهم ويسر أمورهم يفتح عليهم ويقبلهم في هذا اليوم. نعم يعطيك العافية وليد. وليد يلا وليد بجيك. وليد وليد تجربة كانت جميلة جدا، شكرا للشباب جميعا على رحابة صدورهم. عسى الله يوفقكم إن شاء الله جميعا. منصور الله يعطيكم العافية يا شباب، سامحونا على أي خطأ بدل والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. بجيكم أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، في المحطة الأخيرة من فقرة كلام اليوم باسمي وباسم فقرة كلام اليوم، أقدم شكري وامتناني للإدارة على رأسها سعود العتيبي، هذا الرجل الذي تصدى لهذا التحدي في هذه النسخة الاستثنائية، وأعني تماما كلمة استثنائية بالمعطيات والتحديات داخل هذه النسخة. أكرر شكري أو أثني شكري للطاقم الفني على رأسهم المخرج ومهندس الصوت والمصورون والإعداد سواء اللي في الكنترول أو سواء طاقم الإعداد اللي كان معانا في السوشيال ميديا، موظف السي جي، العمال هنا في القناة، الجميع بلا استثناء كنتم محطة نجاح، كنتم محطة نجاح في هذا البرنامج. الشكر لزملائي النقاد الذين تحملوا مشاق كثيرة جدا لكي يقدموا هذه الفقرة الحساسة جدا. نعم أخذنا رفعنا الرتم أحيانا، صعدنا بعض المواضيع، استخدمنا سياسة الاستفزاز والخبث الإعلامي أحيانا، لكن نعلم جيدا أنها تتناسب مع هذه النسخة. كل ما حدث لا يعني ولا يقلل من قيمة هؤلاء المتسابقين، هؤلاء الفرسان الذين صالوا وجالوا خلال هذه المسيرة، وسيكون إن شاء الله بعد غد التتويج. تعال يا دلبج. التتويج بعد غد بإذن الله لكل فرسان النسخة. لا أنسى شباب، وهذا كلام مهم جدا، الجمهور الوفي الذي بدأ مسيرة العطاء والوفاء وما زال مستمر، الجمهور رأس المال الذي ندين له بأمور كثيرة جدا، بعطاء ووفاء ودعم من مال ووقت وفكر وكل أنواع الدعم، لدعم لهذا الكيان، دعم المتسابقين، دعم المقدمين، دعم الكيان بأكمله. شكرا يا شباب، وأوصيكم لحظة يا شاب كلام مهم جدا، أرجوكم أن تعوه تماما. شباب فهد معيان لو سمحت شباب، هذا الجمهور اللي شاهد الحين هو رأس المال، أرجوكم احفظوا له الوفاء دائما وأبدا. في أمان الله نراكم على خير، الله يحفظكم.